ومن الزمن الذي اصطفي ليلة القدر، أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة عد آياتها 5 آيات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، جملة واحدة أنزل ونزل، فرق بينهما، أنزل جملة واحدة، نزل منجما، وكل الكتب بأنزل إلا القرآن بالاثنين معا، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل الفرقان، فجمع نزل وأنزل في القرآن جملة واحدة ومنجما، وأنزل جملة واحدة بقية الكتب كلها. إن أنزلناه في ليلة القدر، قيل ليلة القدر، ليلة القدر يعني ليلة العظمة، وقيل القدر من المقادير، تقدر فيها المقادير وليس نصف من شعبان، وقيل ليلة القدر من الضيق من كثرة ما تتنزل الملائكة بعدد حبات الرمال. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال ابن عباس: إن قال ما أدراك فسيدريك، وإن قال ما يدريك فلن يدريك. ما أدراك لازم يأتي بعدها الجواب، لكن وما يدريك لعله يزكى، فين جوابها؟ ما فيش. إن قال ربي ما أدراك فسيدريك، وإن قال ما وما يدريك فلن يدريك، خلاص استأثر في علم الغيب عنده معناها تبارك وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر؟ لي هنا أتى الجواب بعد السؤال والاستفهام، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما هي 1000 شهر؟ خير من 1000 شهر، وفي ذلك مناسبة كما جاء مرسلا وذكره ابن كثير وغير واحد، قال: إن رجل من بني إسرائيل عبد الله 1000 شهر، وفي رواية: جاهد في سبيل الله 1000 شهر لم ينزل السلاح عن عاتقه. 1000 شهر يعني كم سنة؟ أكثر، 83 و4 أشهر. هذا مجاهد ما أنزل السيف عن عاتقه، يعني قيل الحقب هو 80 سنة على قول من أهل العلم كما نقله الطبري والقرطبي غير واحد، يعني حقب من الزمان لابثين فيها إيش؟ يعني حقب من الزمان هو مجاهد فقط، وفي رواية: عابد ما عصى الله. فمن رحمة الله بهذه الأمة يعطيهم البديل، لأن عمرهم من 60 إلى 70، فيعطيهم ليلة خير من 83 سنة و4 شهور، ومع ذلك يحرمها من حرم. الله لا يحرمنا وإياكم الحرمان. يعجبني هذا الكلام، كل كلام الشيخ الخضير جميل، وأنصحكم بالشيخ الخضير تنزلون فوائده وشروحاته. يقول: والحرمان لا آخر له. الحرمان ما له آخر، يسكن بجوار المسجد ولا يعرفه الجيران وما صلى لله ركعة يوما، والمسجد بينه وبينه إيش؟ خطوات، وأنتم تعرفون وأنا أعرف، ما يصلي. والحرمان لا حد له، بينه وبين مكة بضع خطوات، ولا عمر في يوم طاف ولا اعتمر، بل وحج معنا سائق عمره 56 سنة، قلت له: ما شاء الله أنت عاد من أهل الديرة هنا أكيد بتحج. قال: والله لحد الآن ما حجت. طب أنت شغال في المناسك يا أخي، شغال تودي عرفة فلذلك لما ترى هؤلاء مبتلون، قل: الحمد لله الذي عفاني وابتلى به كثيرا من خلقه. تدعو بهذا الدعاء، من هذا ابتلاء، من رأى مبتلى فليقل: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به، إن هذا بلاء. الحرمان بلاء عظيم، يجلس في مجلس والعياذ بالله يضرب الحكاوي بالساعات لا يمل، لا ترك شاذة ولا باذة، لا ترك سمراء ولا شقراء ولا حوراء ولا عيناء ولا رميصاء ولا غميصاء ولا عطيطاء ولا بطيطاء، قاعد ساب الدنيا ما ساب ولا حد، ويصعب عليه أن يقول سبحان الله، يجلس على الواتس بالساعات، ويشق عليه 20 دقيقة يقرأ فيها جزءا من كتاب الله، يسهر الليل ويصعب عليه أن يقوم يأتي بركعتين في جوف الليل يحييها. الحرمان ما له حد، ما له حد، الله عافينا وإياه. يرسل كل الهياط والخريط في حالته في الواتس أو في صفحاته على الفيس أو إلى غير ذلك، ويصعب عليه أن ينشر شيئا نافعا يأتي في موازين إيش؟ حسناته يوم القيامة. هذا مو حرمان؟ والله هذا حرمان عظيم، حرمان كبير، الله عافينا وإياكم، الله لا يحرمنا وإياكم. فتجد في هذه الليلة هناك من يحرم منها،
والعياذ بالله. هناك من يحرم في هذه الليلة. فعائشة الحميراء المحبة للخير قال إن أنا أدركتها وعلمتها وجه الدلالة في هذا الحديث أن لليلة القدر علامات دل عليها الدليل من السنة. وضح النبي هي ليلة طلقة بلجة لا يلقى فيها بنجم لا يرمى فيها بنجم، وهي ليلة ساجية داجية هادئة لكثرة تنزل الملائكة. هذا ما يكون في خلال الليلة، وما يكون في صبيحتها تخرج الشمس بيضاء نقية لا شعاع لكنها خريط في طست. فإن أنا علمتها ماذا أقول؟ فرح النبي قال لا قولي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية اللهم إنك عفو كريم. وبعض أهل العلم قالوا هذه رواية شاذة وبعضهم حسنها وبعضهم حسنها، خرج من الخلاف، خلك في الوارد الله منك عفو، والله وعفو الله يدخل فيه كرمه تبارك وتعالى.